اهلا وسهلا بكم متابعين شركة تركواز العقارية. اليوم راح نطلعكم على مشروع جديد واللي متواجدين به حاليا. هذا المشروع في اسطنبول الاوروبية في منطقة بيوك تشكمجة. طبعا هذا المشروع يقع بجانب بحر مرمرة مباشرة. موقع المشروع يتميز بالهدوء والمناسب للسكن وللصيام وقضاء الاجازات. وجميع اطلالات هذا المشروع اطلالات تامة على بحر مرمرة، يعني انت وقاعد بوسط الصالة تقدر تشوف بحر مرمرة مقابلك. بالإضافة إلى التشطيبات الداخلية والخارجية للمشروع، تشطيبات بجودة جدا ممتازة، ونظام الشقق على نظام الشقق الذكية. هسه خلي أطلعكم على وأحكي لكم على موقع المشروع من حيث الخدمات الخارجية المحيطة به. طبعا المنطقة اللي بها هذا المشروع بيوك تشكمجة منطقة غنية عن التعريف من ناحية الخدمات اللي تكثر بهاي المنطقة، مثلا الخطوط الرئيسية الـ A5 والطريق السريع التيم. بالإضافة إلى بعد سنة بسبب قرب هذا المشروع من المارينا البحري، بعد سنة راح يتم افتتاح التاكسي البحري. هذا التاكسي البحري راح يخليك ما تحتاج المتروبوس حتى تتنقل لغير مناطق في اسطنبول، يعني بخمس دقائق أو 10 دقائق بالتاكسي البحري راح تقدر تنتقل لفلوريا والأبجلار بكل سهولة. وهاي الميزة المشروع راح يعطيك قيمة استثمارية جدا عالية، من ناحية أنه إذا تم شراء عقار بهذا المشروع بسعر، فبعد سنة بعد ما تتم الخدمات الخارجية المحيطة به ويتم إنشائها بالشكل التام وتستخدم، فراح يزيد قيمته العقارية، وهذا ما نقصده بالاستثمار العقاري الحقيقي. أما بالنسبة للخدمات الداخلية للمشروع، فهذا المشروع 80% من عنده هو عبارة عن مساحات خضراء ومسطحات مائية، مما يعطي للمشروع منظر جدا خلاب وجميل. ويتميز بسكيورتي أمنية على مدار 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع، إضافة إلى وجود ملاعب كرة قدم، ملاعب كرة سلة، وحمامات تركية، وساونا، وبخار، بالإضافة إلى الكثير من الخدمات الترفيهية المتواجدة بهذا المشروع.